حكايه المتشددين مع المراه، تحس ان هم حاطينها في دماغهم. يعني مثلا من وقت للتاني لقيت يعني اراء كده وافكار غريبه بتطلع، يعني مثلا تعليقا على ان بعض السيدات طلعوا في برنامج ديني بيتكلموا في فتاوى وامور فقهيه، طلع رجل محسوب على هذا التيار المتشدد بيقول المراه تبقى دائما جاهله ومقلده، ولما حب يخفف وطئه اللي قاله شويه قال انا مش قصدي كده، بس يعني هم الستات يقدروا يقدموا ايه في المجال ده في يعني امام شاشات التلفزيون ما قدموش الرجاله. طيب كتب التاريخ ليست بالعقيمه عن الرد على هؤلاء. تعالوا نرجع بالزمن للقرن الثاني الهجري، تحديدا نص القرن الثاني الهجري. ولدت في مكه نفيسه بنت الحسن ابن زيد ابن الحسن ابن علي ابن ابي طالب. في سن 5 سنين ابوها ارسلها الى المدينه تتلقى هناك العلم، ودرست في العلم، وبالمناسبة هي درست العلم على يد الإمام مالك، واجتهدت في يعني في تحصيل العلم لحد ما عرفت باسم ما زال خالد لحد دلوقتي، السيدة نفيسة العلم. السيدة نفيسة اشتغلت في الدراسات الفقهية وفي العلوم الدينية، وزي ما قلنا هي خدته عن الإمام مالك، ثم جت بعد كده قررت أنها لأسباب ما تنتقل إلى مصر. في مصر وصل الخبر أن هي جاية في الطريق، فأهل الفسطاط العاصمة آنذاك طلعوا العريش وقعدوا يستقبلوها استقبال حافل. وما وقفش الامر عند كده، هي لما نزلت مصر بعد كده وعاشت في وسط المصريين اصبح بيتها قبله لطلاب العلم، لدرجه نقلت للناس يا جماعه انا هضطر ان انا اطلع بره الفسطاط لان انا امراه ضعيفه وانتوا يعني بتمنعوني عن عبادتي. فبصعوبه شديده اقنعها ولي مصر ان هي يعني يبقى ليها دار منعزله شويه وليها يومين في الاسبوع بيجي الناس طلاب العلم بيتلقوا العلم على ايديها فيها. من ابرز بقى طلاب العلم دول كان مين؟ الإمام الشافعي. ما هو بعد ما جت مصر ب5 سنين كان انتقل إلى مصر بعد 5 سنين من وصولها هناك. يعني كده احنا بنتكلم إن هي تلقت العلم على يد الإمام مالك وشاركت في تعليم الإمام الشافعي. مش بس كده، أحد مريديها كان مريض راحت تزوره ووجدت عنده ضيف الإمام أحمد بن حنبل. والإمام أحمد بن حنبل أعجب جدا بعلمها لدرجة إن هو طلب منها إن هي تدعي له. والإمام الشافعي أوصى قبل وفاته إن تصلي عليه السيدة نفيسة. وعرفت بأنها قامة من القامات العلمية، أهو امرأة. هل حد يقدر إن هو يقول عليها أنها جاهلة ومقلدة؟ طيب هسأل اللي بيقول إن المرأة جاهلة ومقلدة. يا من تدرس علم الحديث وتدرسه، الأحاديث اللي أنت أخدتها في كام حديث منها متاخد من أمهات المؤمنين؟ هل تقدر تقول إن أمهات المؤمنين جاهلات ومقلدات؟ حاشا لله، محدش يقدر يقول حاجة زي كده. طيب إيه؟ بل ان الفقيه ابن تيميه تقي الدين ابن تيميه وهو بالنسبه للمتشددين يعني هو غير مسؤول عن ذلك، لكنه بالنسبه له يعتبر قامه كبيره ويعني وقدوه. ابن تيميه جدته كانت معروفه ان هي مشتغله بعلم الحديث ومشتغله بالوعظ. يعني هو عندنا نماذج كتير لسيدات اشتغلوا بالفقه واشتغلوا بالعلوم الدينيه. بل بالمناسبه لما بنيجي نتكلم مثلا النصوص الدينيه سواء في القران او في السنه اللي بتدعو لطلب العلم وبتقول يعني فضل العالم على العابد ومداد العلماء و و و هي ما قالتش العالم الذكر، ما حددتش الموضوع بان هو لازم يكون من يعني راجل. لو فتحنا كتب المؤرخين فتره العصور الوسطى زي ابن كثير والمقريزي وابن تغري بردي وابن اياس بنلاقي في احداث كل سنه في الاخر بيقول لك توفي في هذا العام فلان وفلان وفلان. هتلاقي عدد كبير جدا من النساء يقول لك وكان لها اشتغال في العلم وقد اعطت الاجازه اللي هي زي الشهاده اللي بتؤهل لممارسه العلم للقاضي الفلاني او الفقيه الفلاني او المحدث الفلاني. طيب لما نيجي نقول المراه جاهله ومقلده ومش مجرد كده واحد بيقول كلمه وخلاص ونفوتها، لا، انت كده بتهدر جزء كبير اولا من قيمه طلب العلم في الاسلام، بتهدر جزء كبير من التاريخ الاسلامي، بتقضي على فكره ان العلم ده متاح للجميع. وبعدين المراه يعني اذا ما طلبتش العلم هتثق فيها ازاي كأم او كزوجه او كابنه او ايا كان؟ يعني لو قلنا مثلا الجنه تحت اقدام الامهات، الامهات دول الجنه تحت اقدامهم ليه؟ عشان الدور اللي بيؤدوه. هل الام اللي بتأتمنها على اسره جاهله ومقلده؟ للاسف الشديد احنا يعني لما بنيجي نتكلم ان كان في زمان عند العرب قبل الاسلام عاده وقد البنات، ونقول ان الاسلام كرم المراه بان هو يعني منع وقد البنات، بنكتشف ان في ناس لسه بيمارسوا هذا الوقت، بس وقت معنوي. واللي بيمارس الوقت ده هو عايز يدفنها، عايز كده يغلفها يدفنها يحبسها. هو وقت ابشع حتى من فكره ان انت تحطها في التراب زي ما كان العرب زمان قبل الاسلام بعضهم بيعمل.
بس لما نيجي نفكر طب ليه كده؟ ايه السبب؟ هل الموضوع مرتبط مثلا بورع زائد او تشدد او تقوى زائده؟ لا، الموضوع ببساطه ان الشخص المتشدد بيبقى حاسس ان هو مش قادر يجاري محيطه، عايز يقلل قدر الامكان المنافسه اللي بتواجهه في اي مجال هو داخل فيه. تخيل بقى لما تحايد قطاع النساء بالكامل من مجال طلب العلم، ساعتها قد ايه هيبقى مفتوح لك المجال ان انت محدش يكشفك. وللحديث بقيه.